مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كما تبعتوا معنا في الفيديو السابق، دخلنا الجلسة، السيد الرئيس بدا بفيديو اللي داروا العموم يتعلق إعادة تمثيل الجريمة. المتهم الرئيسي كيروي المكان اللي وقفوا فيه كيفاش حطوه. صراحة الصوت ما كنسمعوش أشنو كيقول، حط ليكرو والجلسة ما كنسمعوش بالضبط، ولكن الإشارات ديالو توحي. الفيديو تيشرح أنه ها فين حطيناه، ها أشنو وقع، أشنو وقع في منطقة واد مرزق بالضبط اللي هي طريق دار بوعزة نواحي الدار البيضاء. بعد ما النهاية ديال هذا القرص وهذا الفيديو هذا بالضبط، أستاذة زين خيار قالت له ماشي هذا هو الفيديو وماشي هذا هو القرص، أتكلم على قرص في 2007 ديال الدراك، هذا اللي كان في إعادة تمثيل الجريمة داز في 2017. أستاذة زين خيار لم تتقبل هذا الأمر، انسحبت من الهيئة. السيد الرئيس مشكور، حاول ما أمكن يدن الجلسة ما أمكن، وفي الأخير تكلم على الأم حياة، عيط لها قال لها أعطوني الوثائق اللي كتقولوا فيه المرفقات ديال الدار ديال الدرك الملكي اللي في هذا القرص، في حالة إلا كان غادي نأجل الجلسة 3/7 باش نعرض هذا القرص. مشاهدينا الكرام، الوضع صعب ديال الأستاذة زينب اللي خرجت من الجلسة صراحة، تدافع بشتى الطرق المشروعة والقانونية ليست على ما يرام، هذا جانب إنساني، وهي تتكلم وتقر بأن هناك قرص آخر ديال الدرك. مشاهدينا الكرام، هذا ما وقع اليوم، نهاية ديال جلسة إجلال 3/7 ريتما. المحكمة تبحث أكثر ويساعدوا الدفاع ديال الحق المدني زين خيار وأستاذ علي زيان باش يوصلوا للتقرير ديال هذا القرص واللي في الموافقات والتاريخ ديالو، إلا كان يقلبوا عليه المحكمة تشوف فينا هو وتعرضوا أمام الملاء. مشاهدينا الكرام، هذا ما وقع اليوم، وصراحة الشكر الجزيل هذا واجب ديالو، ولكن كنشكروه على سعة الصدر ديالو الذي يستمع لجميع الأطراف، رغم أنه الطرف الثاني أستاذ السناوي حتى هو كان له جواب في الهيئة أنه يتكلم على أنه هذا هو القرص اللي كاين، إلا أن زين خيار لها رأي آخر. مشاهدينا الكرام، نحن نتتبع الملف وسوف نوافيكم دائما بالجديد حول حيثية القضية. مشاهدينا الكرام، تامي بناني قصة متبع عدد كبير من المغاربة، والسؤال المطروح هو الحقيقة ديال الملف. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.